صباح الخير لليوم 13 شباط 2014. أكيد تحيتنا لكل المشاهدين يلي عم بيتابعونا بعالم صباح جديد، واليوم نحن وياكم رح منتابع لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت مثل العادة. حديث الساعة هو الفالنتاين، تحضيرات لعيد العشاء، طبعا لكل العشاء يلي موجودين واللي منهم عشاء إن شاء الله بيصيروا عشاء. وانطلاقا من هالموضوع حطيت اليوم عبر الفيسبوك سؤالي، إذا كنتوا عم بتحضروا شو عم بتحضروا؟ في أشخاص بيحتفلوا اليوم المساء، في أشخاص بيحتفلوا بكرة بنفس النهار، طبعا هذا بيختلف كمان، إنما هو الأصول هو بكرة ب 14، بما أنه كمان مساء ويك إند، في ناس مادة إلى السبت والأحد 15 و16. إن شاء الله كل أياماتكم بتكون كلها حب وكلها ألوان حمراء مثل اليوم الشفشادي، ما نخلى شيء أحمر بالسوق. هو عادة ورد أحمر، ما فهمت ليش البندورة والفليفلة والتفاح كله أحمر. إن شاء الله إن شاء الله يا رب كل صباحكم وأنت كله غرام وأيامكم تكون حلوة إن شاء الله يا رب. ونهار اليوم عندنا كم وصفة هيك كمان عن سان فالونتاين، وإن شاء الله هلا تكونوا يعني مش بس واحد إذا مغروم ببنت أو واحد مغروم بمرته، بعتقد في ممكن الواحد يكون مغروم ببيه وبأولاده وبإخواته، فهيدي شغلة كمان كتير حلوة فينا نحن اللبنانيين أكثر من غيرنا، نحن مميزين بهيدي الشغلة. فإن شاء الله هذا العيد يكون حلو لألكم لألك ولكل اللبنانيين لرب إن شاء الله يا رب. في كتار أشخاص بلشوا يبعثوا لنا تعليقات، كان السؤال في إذا كنتوا عم بتحضروا لعيد العشاء رح تحتفلوا اليوم أو بكرة وشو التحضيرات. في ناس كتير مهضومين، حدا بعث لي عم بعمل بيتزا قلب، نعم حاطط عليها كل التوميتو قلب 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 قلب. لا مش اسمك، عم بحضرها لحدا تاني شايف. في كمان سوبريزات، في هيك في اشخاص بعثوا لي هلا بعد شوي رح اتوقف مع الاسامي، انه هن عزابه ويحيى العزابه، ما في اي مشكله اكيد بالموضوع، ورايحين يحتفلوا عزابه كمان ما في اي مشكله. هلا المطالبه انه نغير النهار لحتى يكون باول الشهر لتكون الهديه حرزانه، مش رح تزبط. هلا البلان بي بيقول انه نبلش نصمد للهديه اللي بدها تنشرها بنص الشهر هيك لحتى ما ننكسر. طبعا اليوم عم نحكي بشكل كثير مفصل عن هالموضوع، لانه مشاهدينا ب 14 شباط وابتداء من سنة 2005 عالم الصباح كل سنة بيكون معكم بحلقة خاصة، طبعا من 2005 وقت اللي صار الزلزال الكبير وفقدنا الرئيس الشهيد رفيق الحريري تغيرت كتير من المقاييس. اليوم عم نشهد زمن العدالة يلي يمكن رح يرجعنا ويخفف كل الألم يلي مرقنا فيه بخلال هالسنوات هيدي الطويلة. بكرة عالم الصباح رح بيكون معكم بشكل استثنائي ابتداء من الساعة 12 ونص بحلقة خاصة وبنقل مباشر من ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري بوسط بيروت. ترقبونا بكل التفاصيل وبكل الضيوف يلي حابين أنه يكونوا كمان معنا موجودين لحتى نحكي أكثر وأكثر، مش بس عن رحيل الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إنما أيضا عن هالسنوات الطوال، عن فقدانه يمكن، وعن التحضيرات يلي كتار منا لازم نبلش فيها لحتى نحضر لمرحلة جديدة. اليوم عالم الصباح مثل العادة لغاية الساعة 1 شو رح بيكون معنا ضيوف وفقرات. بحلقة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن. الكيلويد حالة نادرة ولازم نعرف عنها، مع روى بيع صحة السلامة. لوك المذيعات بالعالم ولبنان معلمة بشو فيه. ورود وشطول فالنتان باستوديو مع كندا بأرض ورد. مستقبلكم المهني والعاطفي مع كارمن، اتصالات وإيميلات بزودياك. تحويل الأغراض غير المرغوب فيها لتصاميم خلاقة وصديقة للبيئة هو اختصاص جانك مونكس مع مارينا بفرقة العلامة. هل عن جد صرنا بلا أحساس وما منهتم باللي عم بيصير حولنا؟ تانيا بتخبرنا أكثر بخلينا نحكي. ورشة ملح مع شيف شادي على وصفة جديدة وشهية. خلينا ننتقل فورا لحتى نكون مع حظوظنا وأبراجنا لليوم، كل التفاصيل هي دايما مع كارمن. صباحكم بالخير، اليوم الخميس 13 شباط فبراير، اليوم القمر مرافقنا من برج ناري برج الاسد، والاجواء مفروض تكون صارت افضل للابراج الناريه مواليد برج الاسد الحمل وايضا لمواليد برج القوس، مش بس اليوم بكره ايضا. خلونا نبدا مع اول برج برج الحمل.
بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل، في تغيير في الأجواء، هنالك حتى إيجابيات بتطالك خاصة على الصعيد الرومانسي العاطفي والعائلي أيضا، حتى مهنيا اليوم الأمور مسهلة عندك جدا. لكن بدي هنالك ضرورة لحتى ننبه مواليد 16-17 نيسان أبريل من السرعة ومن المجازفة. بنكمل مع برج الثور. بالنسبة لك مولود برج الثور، الأجواء اليوم شوي تعبانة اليوم وبكرة، تحس حالك منرفز، ضيق خلقك، مش طالع على بالك كتير انك تروح على لقاءات وهيصات واحتفالات. اليوم تفضل تقعد بالبيت او تضلك فقط بالمكتب. انتبه لمسائل عائلية او اي تراجع فيها. وبعتبر المولود الاكثر تعبا حاليا هو 14 و15 ايار مايو. ننتقل لبرج الجوزاء. الأجواء عندك مكملة بشكل إيجابي اليوم وبكرة، الأجواء حلوة، الأجواء فيها دعم لك من ناحية الأصدقاء ويمكن حتى الزملاء، الأجواء بتسمح لمولود برج الجوزاء يكثر حكي لكن ضمن الموضوع، فحاول بجميع الأحوال أنك تضلك ضمن الموضوع وما تشرد لحتى طاقتك تكون فعلا كلها منصبة على باتجاه واحد وبتنجح. وبعتبر المولود عفوا الأكثر حظا حاليا هو مولود 15-19 حزيران يونيو. منكمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان ما بنخاف عليك، لكن ضروري تعمل حساباتك مولود برج السرطان انه اليوم في إعادة قراءة للموضوع المالي. مولود برج السرطان بالنسبة له بهمه كتير يكون في استقرار مادي، وبالتالي يمكن اليوم نلاقيه عم بفكر، عم بيحلل، عم بيشوف شو عم بيعمل، عم بيدفع أو يمكن حتى عم يقبض فقط لحتى يخلي أموره المالية أو حسابه المصرفي مرتاح، وبالتالي هو باله بيكون مرتاح. الأكثر حظا هو 15-16 تموز يوليو، ويلي عنده بعض التقلبات هو 4-5 تموز يوليو. ننتقل لبرج الأسد. زر لك تنقول 3 أيام الأوضاع كانت صعبة عند مولود برج الأسد، اليوم في انفراج، اليوم في بادرة أمل اتجاه شخص، اتجاه مؤسسة أو جمعية. بين اليوم وبكرة في صفحة جديدة بانتظار مولود برج الأسد، في طلة جديدة، في خطوة جديدة، مبادرة، خبر أو اتصال بناسبك تماما. وبعتبر المولود الأكثر حظا هو 1-2 و3 آب أغسطس. بنكمل مع برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء نهار متعب بالنسبة لك اليوم وبكرة، فما تجازف. أول شيء المجازفة ممنوعة، ثاني شيء ما تراهن على الحظ، وبالتالي مفروض تروح على شغلك وعلى درسك، مفروض تكون أنت حاضر ومحضر كتير منيح. عيد قراءة أوراقك قبل ما تسلمها، انتبه ما تضيع شيء، هنالك خيبة أمل خاصة إذا كنت من مواليد 27-29 آب أغسطس. ننتقل لبرج الميزان. جوك حلو اليوم لأنه اليوم الجو يعد بفرحة، يعد باجتماعات كتير حلوة، يعد بتفاعل كتير حلو من الجيران، من الأصحاب، من الزملاء. الجو حتى مع الغربة اليوم بالنسبة لك بتلاقيه مكافئ، وبتلاقيه أنه فعلا عم بيناسبك. نهار مميز لحتى تقوي شعبيتك، ولكن ضلك حذر جدا، بعد عن السرعة كليا مولود 19-22 أكتوبر تشرين الأول، وانتبه من المجازفات أيضا. منكمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب هيدا نهار بيحمل مسؤوليات، تعبان، منرفز، معصب، هنالك هم، هنالك قلق، وهنالك مسؤولية كبيرة، يمكن يكون العلاقة بالشغل أو يمكن يكون العلاقة بأحد الوالدين. جميع الأحوال هيدا نهار متقلب مثل طباعك، فكون حذر خاصة إذا كنت من مواليد 15-16 نوفمبر تشرين الثاني. ننتقل لبرج القوس. مولود برج القوس نهار جميل جدا، نهار في حظ، نهار في إيجابيات، أمورك مسهلة، كل شيء بتلاقيه بالنسبة لك سهل وحلو وبيعجبك، نظرتك للحياة اليوم إيجابية، مش بس اليوم بكرة أيضا. نهار مهم جدا للاتصالات، للتواصل مع الآخرين، لتقديم امتحانات وللاجتماعات على أنواعها، والأكثر حظا 1-2 و3 كانون الأول ديسمبر. ننتقل لبرج الجدي. أفضل أكيد من 3 أيام اللي ما رأيت. اليوم مولود برج الجدي عم بيظبط أموره، عم بيرجع يصحح أخطائه، يمكن حتى عم يصحح أخطاء الآخرين، لأنه بالنتيجة مولود برج الجدي إنسان ناضج، إنسان طموح، وإنسان بحبه، بحب إنه الأمور تكون
مرتبة مثل ما لازم على الأصول. اليوم بتشتغل على هالأمور هاي ويمكن تضطر تتنازل شوي فقط لحتى تكون الأمور مبسطة ومسهلة وميسرة بينك وبين الآخرين. وبيبقى المولود الأوفر حظا مولود 6 إلى 10 كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو انهار بيحطك بمقابلة باجتماع. اليوم يمكن حتى بتواجه خصم أو بتواجه يمكن فجأة شخص غريب ما بتعرفه بيعاكسك بنرفزك وبيستفزك. انتبه ما توقع ضحية الاستفزاز، انتبه ما تنرفز وتعصب، حاول إذا بدك تربح باللقاء وبالاجتماع أنه تضل البسمة على وجهك. يلي عنده ظرف إيجابي أو سلبي هو 18 شباط فبراير، يلي عنده طاقات كتير كبيرة هو 14 15 16 شباط فبراير. ننتقل لبرج الحوت. انهار بتعبك صحيا عقليا يمكن جسديا وحتى نفسيا، نهار متعب جدا، هيدا نهار انت بحاجه تستريح فيه بخلال ساعات النهار، من المستحسن بهيك نهار تروح بكير على الشغل لتدلل حالك وحاول انك ما تقصر بشغلك لانه معقول كثير اليوم يكون في تقصير ويمكن حتى اخطاء. الاقل حظا 23 ل 25 شباط فبراير. اما بالنسبه لمولود اليوم بقول له لمولود اليوم انه بانتظاره سنه كثير مهمه من السنين المهمه جدا يلي بتطوي فيها صفحه وبتنطلق بصفحه جديده، على الارجح رح بتكون ببدايه 2015، لكن افضل الاشهر رح بيبقوا شباط فبراير حزيران يونيو ثم اكتوبر تشرين الاول. هيدي كانت الابراج لليوم، اتمنى للجميع نهار حلو، الى اللقاء بكره ابراج جديده، باي باي. ما تنسوا انه كارمن اليوم بترجع بعد شوي بتلاقينا باستديو عالم الصباح حتى تتلقى اتصالاتكم مباشره على الهواء. بدي بعد افكار كثير كثير هيك حلوه ومهضومه تبعتوا لي اياها للاحتفال بعيد العشاء، ناطرتكم عبر الفيسبوك. بريك صغير ونرجع نلتقي.